اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في. في هذا البث المباشر هز ارضيه خفيفه بمدينه الرشيديه والساكنه خارجه مخلوعه يعني متابعي قناه شوف تي في واغلب مدن المملكه المغربيه العلويه الشريفه انها شهدت هذا يعني استثبات الزلزال واغلب الساكنه في هذه الاثناء خارجه يعني خارجين مخلوعين بخصوص يعني الزلزال اللي ضرب عدد من المدن المغربيه. الله يلطف بنا متابعي قناه شوف تي في، نتمنوا ان شاء الله الخير ولاعاده تكرار العنوان هزه ارضيه خفيفه خرجت الناس من ديورهم وكل شيء مخلوع. الله يلطف يا رب العالمين. راني كيف ما شفتوا متابعي قناه شوف تي في من اغلب يعني ساكنه مدينه الرشيديه خرجت في هذه الاثناء لان الناس يعني مخلوعه وكل شيء مخلوع. الله يلطف يا رب العالمين. هزه ارضيه خفيفه اللي ضربت يعني مدينه الرشيديه ومجموعه من المدن ديال المملكه العلويه الشريفه. الله يلطف يا ارحم الراحمين. يعني شاهدنا ايضا متابعي قناه شوف تي في ان مجموعه يعني من المدن المغربيه مثل الرباط، فاس، الدار البيضاء ايضا يعني شهدت يعني زلزال خفيف هزه ارضيه خفيفه اللي خلات كل ساكنه المملكه المغربيه العلويه الشريفه انها تخرج. وايضا ساكنه مدينه الرشيديه اللي في هذه الاثناء متابعي قناه شوف تي في تقريبا يعني احنا في حي ترقه الجديده بشارع محمد السادس لان اغلب ساكنه المدينه خارجه في هذه الاثناء متابعي قناه شوف تي في خوفا على يعني خوفا على راسهم وخوفا ايضا على الوليدات ديالهم. والناس مخلوعه وتردد كلمات الله اكبر الله اكبر كبيره يعني فقط هذه الحمد لله على القدر الالهيه اللي في الحقيقه شفنا فقط غير القليل ثم القليل منها. الله يلطف بينا. يعني كملي كتشاهدوا معنا متابعي قناه شوف تي في هذا البث المباشر وايضا واش حتى نتوما حسيتوا بهذه الهزه الارضيه يعني الهزه الارضيه يعني شفنا بان ايضا بوسكوره وكذلك الدار البيضاء الكبرى وفاس والرباط وكذلك شهدت مثل يعني شهدت هذه الهزه الخفيفه اللي ضربت تقريبا مجموعه من المدن المغربيه. حموده اللي كياكد لنا ايضا باللي انها كانت هزه ارضيه قويه في بوسكوره ولاد صالح. بغينا نعرفوا يعني كل المتابعين منين كتشاهدوا معنا هذا البث المباشر واش حتى نتوما وكذلك متابعي قناه الشعب حسيتوا بهذه الهزه الارضيه اللي همت كل المجموعه من المدن المغربيه. خلات ايضا متابعي قناه شوف تي في هذه الهزه فقط الخفيفه اللي همت يعني مدينه الرشيديه ومجموعه من المدن المغربيه ان اغلب ساكنه هذه المدينه الطيبه انها تخرج هي والوليدات ديالها خوفا يعني خوفا ومخلوعين كيف ما قلنا ويرددون متابعي قناه الشعب الله اكبر كبيره. والحمد لله يعني على كل حال انها فقط مرت بسلام ونتبناو ان شاء الله الخير لكل المدن المغربيه. كيف ما قلنا متابعي قناه الشعب بان ولاعاده قراءه عنوان هذا البث هزه ارضيه خفيفه همت مجموعه من المدن المغربيه واللي خلات مجموعه من الناس ومجموعه من ساكنه المدينه انها تخرج في هذه الاثناء ومن قلب مدينه الرشيديه. نعود قناه الشعب يوافيكم باخر الاخبار. واش حتى انتم متابعي قناه شوف تي في يعني شاهدتوا هذه الهزه الأرضية زعزعت ساكنة مدينة الرشيدية وفي هذه الأثناء كل الساكنة تقريبا مخلوعة وأيضا كل الساكنة خارجة على برا.
مزيان الله يعطيك الخير. ولإعادة قراءة عنوان هذا البث، هزة أرضية بمدينة الرشيدية جعلت كل ساكنة هذه المدينة، كل ساكنة المدينة أنها تخرج على برا. المحمدية وكذلك وأيضا أسفي ومجموعة من المدن المغربية، فاس، الدار البيضاء والرباط. بغينا نعرفوا ايضا مجموعه من المدن المغربيه، واش حتى نتوما يعني حسيتوا بهذه الهزه الارضيه؟ لاننا كنشوفوا مجموعه من التعليقات اللي كيقولوا بان مجموعه من المدن المغربيه حتى هو يعني حسوا بهذه الهزه الارضيه هزه ارضيه متابعي قناه شوف تيفي، جعلت خلات كل ساكنه المملكه المغربيه العلويه الشريفه فيما بينهم مدينه الرشيديه. وكنتلقى كنتلقى مجموعه من الرسائل من مجموعه من المدن المغربيه، من مجموعه من المدن ديال الجنوب الشرقي، واللي كيقولوا بانهم حتى هما حسوا بالهزه الارضيه واللي كانت خفيفه شيئا ما، واللي خلات كل ساكنه انها تخلع وتخرج على برا، مثل مدينه ارفود ومدينه الرصاني وكذلك هن من تاكيد لمدينه قلميمه وتنجداد وتنغير سطات. وايضا هزه ارضيه ضربت بالقنيطره على الساعه الحاضر 11:10. نحاول ما امكن اننا نمر من هذا الجانب، واغلب ساكنه المدينه خارجه في هذه الاثناء. كملاحظه متابعي قناه شوف تيفي، انني كنلاحظ مجموعه من ساكنه المدينه خارجه على برا، والكل مخلوع، كل الساكنه مخلوعه اثر هذه الهزه الارضيه اللي همت مدينه الرشيديه ومجموعه من المدن ديال الجنوب الشرقي، واللي كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي بان بوزنيقه وكذلك والرباط ومجموعه من المدن المغربيه، فاس وكذلك. انهم حسوا بهذه الهزه الارضيه اللي خلات كل ساكنه المدينه انها تخرج. الانسان يردد كلمه الله الحمد لله، الله اكبر كبيره، كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي، الله يلطف هزه ارضيه اللي خلات كل ساكنه المدينه انها تخرج تردد الله اكبر كبيره. الحمد لله على سلامه كل ساكنه مدن المملكه المغربيه العربيه الشريفه. وتلقيت مجموعه من الاشعارات من مدن اخرى مثل اسفي والرباط وبوزنيقه. الله يكبر بك. اش اخبارك؟ ها؟ وهي هزه ارضيه، راه ماشي غير الرشيديه، مجموعه من المدن. ها فاس، ها الرباط، ها المحمديه. ايوا نتمناو الخير. دابا نجي ناخذهم. كيف ما قلنا متابعي قناة الشعب، هذه فقط رسالة خفيفة، رسالة من 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 الله باش الإنسان يرجع لله واحد شوية. بركة الحمد لله الإنسان اتقى الله واحد شوية، لأن في الحقيقة رسالة خفيفة رسالة خفيفة
للساكنه المملكه المغربيه العلويه الشريفه، زلزال يعني خفيف هز ارضيه خفيفه واللي خلات كل ساكنه المدينه انها تخرج متابعي قناه شوف تي في، هي والوليدات ديالها مخلوعين. وان شاء الله متابعي قناه الشعب الى بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن.